إخواني وأبنائي، وطننا أمانة في أعناقنا، وصنع مستقبله والحفاظ عليه مسؤوليتنا جميعا، ولن يتحقق ذلك إلا بالإخلاص والوفاء له وبالعمل الدؤوب والمخلص للرقي به وتقدمه. وإنني إخواني وأبنائي المواطنين لعلى ثقة إنكم خير عون لي على ذلك. أحبتنا في كل مكان، ورحب فيكم في حلقة جديدة من حلقاتنا اليومية والتي نتحدث فيها عن أمير بلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه، ذلك الرجل الذي قدم شيء كثير لهذا الوطن وكان رمزا نفخر به حتى الآن. رحل هذا الرجل وترك خلفه دعوات كثيرة في كل مكان من العالم، له أيدي بيضاء، نتمنى إن شاء الله له الرحمة والمغفرة بإذن الله تعالى. بعد الفاصل سيكون لنا الحديث. إنا لله وإنا إليه راجعون، إن قلوبنا لتحزن وإن عيوننا لتدمع، وإنا على فراقك يا صباح لمحزونون. نعود حبتنا من جديد، وضيفي في هذه الفترة أستاذ حسين مصيد رئيس الاتحاد الكويتي للسكواش السابق. حياك الله يا أبو أحمد. حياكم الله، أهلا وسهلا فيكم في هذا اللقاء. طبعا بداية طبعا إن الله وإنا إليه راجعون، طبعا بقلوب حزينة ومؤمنة، ونقول أهل الكويت كلهم عظم الله أجركم بهذا المصاب الجلل، فقدان سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد رحمة الله عليه. وأيضا نتوجه إلى الأسرة الحاكمة، نقول لهم عظم الله أجركم بهذا الفقيد. وما في شك هذا الفقيد كان له دور إنساني واضح، إنساني ودبلوماسي ورياضي. هو سموه عميد الإنسانية وأمير الإنسانية وأمير الدبلوماسية، وأنا أضيف أيضا أمير الرياضة. كان رحمة الله عليه، يعني إحنا يوم ودعنا صاحب السمو الأسبوع اللي طاف، فعلا الناس كلها حزينة، الناس حتى الآن حزينة، وأنا قاعد أمامك الآن حزين جدا، والكلمات اللي بختارها للعبارات جدا يعني صعبة بحق هذا الإنسان. مهما نتكلم عنه هذا الرجل أبدا لا نوفي حق. صحيح. إحنا كرياضيين أو كناس سياسيين دبلوماسيين لا يوفون حق هذا الإنسان اللي قدم للبشرية وليس لديرته الكويت أو الخليج أو العرب. كان له دور فعال في أمور كثيرة للناحية الإنسانية، المساعدات لجميع دول العالم، يعني رحمة الله عليه ما قصر. نعم، سنتحدث عنها، ولكن نتحدث خلنا ناخذ الجانب الرياضي. نعم. في الجانب الرياضي اللي عصرته الفترة الماضية بالنسبة للاتحاد. والله أنا من دخلت الرياضة بالستينات والعب أشبال وناشئين بالنادي العربي، عرفت أن أكو رجل شخص اسمه الشيخ صباح الأحمد. هذا الرجل كان يهتم من ذاك الوقت في الرياضة الكويتية، وكان يتابع القضايا الرياضية سواء داخل الكويت أو خارج الكويت، وأيضا كان له دور أيضا في إيقاف جزء من النشاط الرياضي بالخمسينيات. كانت صارت مشاكل يمكن نوع ما سياسية، فتم إيقاف النشاط الرياضي بالخمسينيات أو آخر الخمسينيات، وبعدين تم وضع نظام أساسي جديد للأندية الرياضية اللي تم إشارة، اللي هو العربية القادسية والكويت السالمية وكارما. كان له دور أنه دائما يبعد السياسة عن الرياضة ويخلي الرياضة بروحها، شأنها بروحها وقيادينها بروحها، وكان دائما متواصل مع الأندية والاتحادات الرياضية في ذاك الوقت. أذكر أنا دائما رحمة الله عليه فقيدنا، يعني كان من المنشآت الرياضية اللي صارت الحديثة، يعني أذكر منها أنا حضرت يعني عند تأسيس وضع الحجر الأساس لأستاذ جابر. نعم. 2005 كان سمو رحمة الله عليه كان رئيس الوزراء، فأنا كنت موجود هناك بالشدادية يوم حطوا الحجر الأساس حق أستاذ جابر. أستاذ جابر أعتقد خلص 2015، فكان له دور في العديد من المنشآت، ومن ضمنها أيضا نادي الرماية. نادي الرماية يعتبر من أفخم الأندية الرياضية للرماية على مستوى العالم، وسموه يعني نادي صباح الأحمد للرماية.
وايضا كوني انا رئيس اتحاد الكويت للسكواش السابق، ايضا في عهده في زمنه ايضا تم توقيع على 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 انشاء مجمع دولي للسكواش. هذا كان اي عام ابو احمد؟ احنا طال عمرك وكان ساعتها رئيس وزراء. اي نعم، بس بدينا في عام 2002 تقريبا. في 2006 بدا المشروع ينجز، وسوينا تقريبا انتهى المشروع في 2008. يعتبر هذا افضل مجمع دولي للسكواش، ومفتتح في كان برعاية الشيخ محمد صباح السالم، لأن المجمع مالنا اسمه مجمع الشيخ سالم الصباح الدولي للسكواش. ففي زمن الفقيد هناك منشآت ومباني رياضية حصلت في زمنه وعهده، وكان له دور أساسي في حل قضايا الرياضية. يعني الرياضة الكويتية تم إيقافها 2015 تقريبا، فسموه رحمة الله عليه كان يسعى دائما إن الكويت ترجع لمكانتها كما كانت بالسابق مع اللجنة الأولمبية الدولية، واستدعى كثير من المسؤولين. هذا اللي بوصل له، استدعى الكثير من المسؤولين، استقبل أيضا رئيس اتحاد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية واتحاد الفيفا، تم استقباله من خلال أيضا كان حسين المصيد، أيضا كان رحمة الله عليه كان له اهتمام كبير حتى في الافتتاح سعد جابر في قامة دورة كأس الخليج في الكويت. وبالنسبة لكأس طبعا افتتاح دورة الخليج اللي صارت بالكويت في 2018 كان بجهد كبير منه وشخصيا طبعا، ولا ننسى المباراة النهائية اخوي بن نصار، يمكن المشاهدين ما يدروا ان اول اعتقد رئيس دولة بالعالم انه يستضيف يعني الجماهير حوالي يمكن فوق يمكن جهز فوق يمكن 30 او 40 الف وجبه حق المباراه النهائيه. صحيح. اللي صارت بين عمان والامارات. نعم. وفاز فيها عمان. كان هدف سموه يعني لم شمل الخليجي في هذا اللقاء اللي صار على دوله على ارض استاذ جابر، كان هدفه الاساسي وطبعه وانسانيته ان 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 لم شمل الخليج في هذه الدورة، والحمد لله قدر أنه لم شمل الخليج. وكانت هذه أمنيته هو ومساعيه أنه دائما خصا بالرياضة. هذا تشجيع، عفوا أبو أحمد، هذا تشجيع للشباب الرياضي. صحيح. أصلا ما في شك أن تقام هذه الدورة بإصرار منه كرئيس دولة، أن تقام دورة كأس الخليج الأخيرة في الكويت. هذا نعم كان نعم. إنجاز، وفترة على فكرة فترة زمنية بسيطة جدا تم تجهيز كل شيء، ما في توجيهات منه. وبعدين أيضا تكريم للرياضيين بن نصار، ما ينسى أي رياضة كانت جماعية فردية، كان دائما الأولاد الشباب اللي يحققون ميداليات على مستوى آسيا ومستوى العالم، فما بالك بالأولمبيات. عندنا الرامي الدحاني، ما في شك إن فهد الدحاني، وبهذا البرنامج نوجه له الشكر. فسموه رحمة الله عليه كان يهتم تماما استقبال الأبطال. الأبطال نعم، كل من حقق ميداليات بشكل عام كان يستقبلهم ويكرمهم شخصيا. والله أنا قابلت أكثر من مناسبة في مناسبات رياضية، سواء كنت رئيس الاتحاد السكواش أو عضو مجلس إدارة النادي العربي، قابلت سموه في العديد من المناسبات الرياضية. يمكن المناسبة اللي ما أنساها أنا 2006، أنا كنت رئيس اتحاد السكواش، رحمة الله عليه دعا جميع الرياضيين تقريبا رؤساء الأندية والاتحادات في نعم. دار سلوى أول ما مسك زمام الحكم، نعم أول ما صار أمير للبلاد في 2006، أذكر دعانا وتغدينا، وطبعا بالطلعة كان يودعنا واحد وسلم علينا، وكان متواضع صاحب ابتسامة. كان جدا كان الشيخ طلال الله يقومه بالسلامة رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية في ذاك الوقت، كان واقف مع سموه عند الباب يودعنا واحد، ودائما يقول لنا جملة ما أنساها أبو نصار: صفوا النفوس. يوم قاعد مجموعة واقفين جماعة، صفوا النفوس لأجل الكويت. فدائما هالمقولة هذه ما أنساها أنا، دائما لما يرددها ويقولها ما أنساها أنا للحين. الكلام اللي كان يقوله سموه: يا جماعة صفوا نفوسكم، خلي الكويت فوق كل اعتبار. الناس برا يشيدون، شوف كفاية الناس اللي حضرت التعازي للفقيد. الناس يوميا صالة التشريفات، قاعة التشريفات، قاعة الأميرية يوميا من أنحاء العالم. ناس يوم من كوريا من الصين يطيرون 19 ساعات، يقعدون 10 دقائق ربع ساعة. وش معناته هذا؟ معناته الناس تحب هذا الإنسان اللي قدم للبشرية وليس للكويت والأهل الخليج أو أهل
ويعني قضايا كثيرة أبو نصار، يعني الواحد ما يقدر في هذا الوقت نعم. القصير أنه يسرد هذا مثالب هذا الإنسان اللي قدمه لديرته نعم. الله يرحمه ورحمته. سن مصيد شكرا لك استحاد الاسكار، شكرا لك يا ابو احمد، حياكم الله، مشكورين على هذا اللقاء. حبتنا في كل مكان، فاصل ثم نعود معكم من جديد باذن الله تعالى. انا لله وانا اليه راجعون، ان قلوبنا لتحزن وان عيوننا لتدمع، وإنا على فراقك يا صباح لمحزونون. نعود حبتنا من جديد في هذا البرنامج الخاص عن أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه، من المعلقين المميزين الذي تحدث كثيرا عن صاحب السمو في أحد المباريات الدوري الإنجليزي، المعلق سوار الذهب، وكان هذا حديث او ما قاله اخذ صدى كبير جدا معي على الهواء، المعلق سوار الذهب. حياك الله يا سوار. السلام عليكم، حياك الله استاذنا العزيز استاذ جابر وكل الاخوه الاحباب في الكويت الحبيبه والعزيزه، ولنا الشرف بالتواجد معاكم، وعظم الله اجركم واجر الامه العربيه والاسلاميه واجر كل العالم واجر الانسانيه نفسها في هذا الفقد الجلل رحمه الله عليه الشيخ صباح، ونسأل الله أن يجعل في مقام الصالحين بإذنه تعالى، وأن يكتب الخير والتوفيق والبركة في كل خطوة للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بإذنه تعالى، ولأهل الكويت قاطبة وجامعة إن شاء الله. تحدثت في كلام جميل في أحد مباريات الدوري الإنجليزي عن صاحب السمو، يا ليت نسمع تتحدثنا عن هذا الحدث، دائما تحدثت عنه في وقته في المباراة نفسها. طبعا هي نعم تفضل. طبعا هي الـ هذا المقطع يمكن جاء بصورة عفوية تمام، والمقطع لما يجي بصورة عفوية يكون دائما من شيء متملكك في داخل نفسك. وأنا يمكن شيخ صباح التعلق بسيرته جاءت لما كان حكالي عنها جدنا المشير عبد الرحمن سوار الذهب رحمة الله عليه، كنت دائما أسأل عن حكام العرب، فلما كان يقف عند الشيخ صباح رحمة الله عليه كان يستفرد في الحديث عن الإنسانية العليا لهذا الإنسان، وحببنا فيه بصورة كبيرة جدا. وبعد ذلك المعايشة مع أمثالكم ومع أهل الكويت وزيارات للكويت وشعب الكويت خلت الإنسان يهتم في تاريخ الكويت ويهتم في تاريخ كل من يرتبط بتاريخ الكويت، ولذلك كان في قراءة حتى لتاريخه من زمان. وأنا يمكن ما شد نظري تحديدا للشيخ صباح هي موقفه في الأزمة الخليجية، لما تلقى رجل عمره في نهاية الثمانينيات بداية التسعينيات يترحل وينتقل لحل ذات البين، هذا دعاني لأقرأ تاريخه. فأنا في النهاية كنت أتكلم عن رجل أعرف تاريخه تماما وأعرف ماضيه وكيف بدأ. الشيخ صباح رحمة الله عليه لما بدأ في مدرسة المباركية، المدرسة التي تعتبر أول مدرسة في الكويت بالمناسبة، يعني وعودة للحديث عنها، هذه المدرسة لما بدأت تحديدا كل من تخرجوا منها ومن الرائيل الأول الذي تخرج منها كانت لهم قيم في الوحدة العربية، وكانت لهم قيم إنسانية، وكانت لهم قيم دينية عليا، لأنه أول ما بدأت عندما قال ياسين الطبطبائي ما يفيدكم أيها السادة استماع القصة إن لم تقتدوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم، إن القصة من تلاوة المولد والاقتداء بأمر رسولنا صلى الله عليه وسلم ومعرفة سيرته حق المعرفة، ولا يكون ذلك إلا بتعليمها وتعلمها وجعلها منارا وسراجا في المجتمع. هذه الكلمة كانت سبب في تأسيس مدرسة المباركية، فكان الأساس هو تأسيس نهج الرسول صلى الله عليه وسلم وجعله ممارسة للطلاب وفي المجتمع الكويتي. لذلك الشيخ صباح والرعيل الأول الذي درس بهذه المدرسة درس كيف يطبق منهج النبوة في المجتمعات، لذلك تملكت وتربى على هذه الإنسانية من خلال التعليم ومن خلال الأسرة، فكانت قيمه الإنسانية العليا، لذلك سمي أمير الإنسانية. وأنا أحكي لك مواقف عديدة جدا، أنا أترحل في العمل الإنساني في كثير من البلدان، إن كان على مستوى البلدان في على مستوى المخيمات اللاجئين وعلى مستوى دول شرق آسيا وغيرها، لأكثر من مرة أجد قرى في أماكن نائية للأيتام يقال هذه أنشأها الشيخ صباح الأحمد رحمة الله عليه، ولأكثر من مرة
أذهب لمكان والله أستغرب كيف يصل إنسان لهذا المكان وإذ أجد بقرية لليتامى والسكالة والمساكين. يقول هذه أنشأها الشيخ صباح الأحمد رحمة الله عليه. الشيخ صباح يمكن كثير من الناس يعني يتكلم عنه في الخليج إبان في الفترة الأخيرة، لكن لا يعلم كثير أنه بل يعلم، أنا أتكلم لأبناء هذا الجيل. وهذا القائد الخالد أنا أعتقد أنه هو لا يحب يمكن أن يظهر قيم الإنسانية كثيرا، لكن الإعلام لو جلس ليس في مباراة، لو جلس لسنوات وسنوات وألف مجلدات ومجلدات لن يعطي الشيخ صباح حقه. لكن أنا أعتقد الحق جاءه بعدما مات من قيمته بينه وبين العباد، وقيمته التي رسخها الله سبحانه وتعالى المحبة الإنسانية. لما ترج جموع العالم يحزن تسأل لماذا؟ ياما مات حاكم أكثر من حاكم عربي، لكن السؤال لماذا هذا؟ هذه محبة ربانية ليس لها علاقة بحكم، وليس لها علاقة بشعب، وليس لها علاقة بمكان الدولة، لها علاقة بإنسان رسخ الله سبحانه وتعالى محبته بين عباده ومحبة العباد من عباده. كلام جميل، كلام جميل سوار الذهب. أنا ودي أزيد معاك لكن عندي ضيف آخر. شكرا لك المعلق سوار الذهب على هذا الكلام الجميل وعلى هذه الروح الطيبة وعلى هذا الكلام. أنا حقيقة شاكر لك جدا جدا. شكرا لك يا أخي. شكرا لك. شكرا أحبتنا. بعد الفاصل لنعوده. إنا لله وإنا إليه راجعون. إن قلوبنا لتحزن وإن عيوننا لتدمع وإنا على فراقك يا صباح لمحزونون. نود حبتنا من جديد. وقبل الفاصل كان حديث جميل جدا للمعلق سوار الذهب، تحدث بكلام جميل عن الأمير بلاد الراحل طيب الله ثراه الشيخ صباح الأحمد. تحدث أيضا كون هذا المعلق ليس معلق رياضيا فقط، ولكن يعمل في المشاريع الخيرية الكثيرة. لذلك تحدث ربما في أمور كثيرة قام فيها الأمير الراحل طيب الله ثراه في مزان أعماله بإذن الله تعالى، في مثل هذه الأشياء الجميلة التي تذكر الآن بعد مماته. أمون ضيفي اليوم إن شاء الله أيضا ضيفي هذه الحلقة أيضا مشعل العجمي، مدير التطوير في نادي الألعاب الشتوية. حياك الله مشعل. الله يحييك طول عمرك. تحدث مشعل عن طبعا الحدث الأهم الآن، وفاة الأمير الراحل طيب الله ثراه. نتحدث عن دعمه للشباب الرياضي خلال دعمه في مشاريع كثيرة. نسأل الله لها الرحمة والمغفرة ولجميع أمة المسلمين. فقدنا إنسان كان مثابة الأبو، وحسينا بفقد الأبوة فقده. كان أكيد داعم مباشر لنا، كلمات رنانة موجودة معنا وراح تبقى معنا إن شاء الله. تحدث عن الدعم بالنسبة للرياضة بشكل كامل كان، وأنت أيضا من أحد الموجودين في مدير التطوير. والله احنا في عهده يعني كنا قاعد نحاول شلون نصعد وشلون نطور في لعبه الهوكي او نادي العاب الشتويه، ودخلنا فيها 5 ألعاب شتويه وتطورنا في نادي العاب الشتوية الكويتي. في ان في عهده ان انشانا صاله تزلج بعد مبادرته ان شلون يساعد الرياضيين ويرفع من شأنهم في الرياضة الكويتية. حلو. هذا كانت الإنشاء الصالة وإنشاء والاهتمام فيها من كم سنة تقريبا؟ والله هي من زمان، يعني هي الفكرة كانت موجودة تم تنفيذها. تم تنفيذها قبل سنة ونص تقريبا في قيادة رئيس النادي فهد العجمي. خذينا الخطوة بعد ما يعني صارت عندنا المنشأة ضرورية عشان التطوير يتم، وشلون نبني الرياضة في لعبة جميع الألعاب الشتوية في الكويت، وشلون نطور من مستوى الرياضة هذه في الكويت. نعم. تحدث أيضا عن مآثر الأمير الراحل طيب الله ثراه في كثير، في حل مشاكل كثير، في ذهابه للم الشمل العربي الخليجي، مبادرة الإنسانية في كل مكان. ما يعني علمنا ما نفرق، علمنا شلون نكون إيد واحدة، وشلون نكون الأخوة بين الخليج بين العرب أو الأمة الإسلامية أو حتى الجانب الأخوان. نعم. أصدقاء. من خلال هذا الآن شعرت في بعد رحيل الأمير الراحل طيب الله ثراه هذا التعاطف الجميل، هذه المشاعر الجميلة التي نراها الآن في كل مكان، هذه من يدعي له بالرحمة والمغفرة زعيم يعني كبير في كل مكان كما شاهدناه في كل
وصول الزعماء العرب ايضا في كل مكان للتواجد في الكويت في التعزيه. شيء جميل انك تشوف هالشيء في امير الانسانيه. نعم. وجميع من سبقه رحمه الله عليهم ان الكويت عطاء مستمر. والتوفيق لسمو الامير الشيخ نواف في القادم. ايضا يعني الحقيقه ايضا دور الامير الشيخ نواف الاحمد الله يحفظه ويبارك له وايضا سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد في المهمه القادمه في بالكويت ان شاء الله. اسال الله لهم التوفيق والبطانه الصالحه والسداد في قياده الدوله ولا شك فيهم طبعا. هم الشيخ سمو الامير الشيخ نواف كان هو ولي عهد هم سباق في الامور هذه والشيخ سمو ولي العهد. نعم. مشعل نتمنى ان شاء الله التوفيق. طبعا احبتنا في كل مكان اشكر ضيفي. شكرا لك وشكرا لقناه كويت سبورت على الاستضافه. شكرا لك. شكرا. انا لله.